السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم أخوة الكرام إلى حلقة جديدة ودرس جديد. موضوع حلقتنا لليوم بتناول أفضل باتيه منزلي يحتوي على جميع المكونات الغذائية التي يحتاجها الطائر، إن كان من أجل التجهيز وإن كان من أجل إطعام الفراخ وإن كان من أجل تغذية الطائر بشكل صحيح. هذا الباتيه إخوة الكرام أعتمد عليه بشكل مطلق، ولا أشتري أي باتيه جاهز من خارج غرفة إنتاج. طبعا إخوة الكرام، هذا الباتيه المصنع أو الباتيه اللي عم نشتريه من الخارج أغلبيته يحتوي على مواد حافظة، وربما التجار أساءوا التخزين، وربما يحتوي على تعفنات، وربما يحتوي على رطوبة، وربما يحتوي على أمراض، وربما أكل منه فئران أو جذذان خلال التخزين، وهذه الأمور ستنعكس سلبا على الطائر داخل القفص. لهذا الأمر أخوة الكرام، بغض النظر عن أي ماركة عم تشتريها وتقدمها أنت، أنا ضد هالموضوع وأستخدم باتيه طبيعي صحيح، بعرف شو عم بحط للطير، بعرف شو استخدمت للطير، وبهالطريقة هاي أنا بتجنب معظم الأمراض. الباتيه اللي بدي أتكلمكم فيه اليوم أو اللي بدي أعلمكم عليه إخوة الكرام، مثل ما ذكرت لكم، للطيور التي في مرحلة غيار ريش، للتجهيز للفراخ التي تكون للطيور اللي عندها فراخ، تصلح لجميع اللهم صل على سيدنا محمد، جميع المراحل اللي بيكون فيها طائر الزينة. وهذه الباتي أو هذا الباتي لجميع أنواع الطيور، راح أعطيكم المكونات وأنت حسب الطير الموجود عندك، حسب كمية الطيور المتواجدة لديك بتحصن تسوي هذا الباتي. المكونات أخوتي الأعزاء عبارة عن بيض مسلوق، بيض مسلوق بالإضافة إلى الجزر مبشور أو مقطع على هذا الشكل، إذا قلنا بيض وجزر. بالإضافة إلى ذلك، والعضو الأهم بهذا الباتي أخوة الكرام، هو دود القبابة، كبسولة البروتين الطبيعي التي تحتاجها الطيور داخل الأقفاص. ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت نتائج مذهلة وراح فرجيكم شغلي من إنتاجه. بالإضافة إلى ذلك أخوة الكرام، زيت حبة البركة، زيت حبة البركة أيضا أخوة الكرام. هلأ في عبد إلي أبو النصر، زيت حبة السودة بتصير ولا زيت حبة البركة؟ يا أخي الكريم، عم أقول لك أنا زيت حبة البركة. أي عطار أو أي صيدلية بتهتم بالصيدليات البشرية بتروح لعندهم تقول له بدي زيت حبة البركة بيعطيك إياه. طبعا هني بيستخدموه أكثر شيء لموضوع الشعر، ولكن أخوة الكرام يحتوي على، هلأ بدي لكم ليش أنا كل مادة حطيتها داخل هذا الباتي. بالإضافة إلى ذلك أخوة الكرام، إلى زيت الزيتون. هاي المواد اللي عديت لكم اياها راح اعطيكم المقادير، بالاضافه الى الجزر حكينا، بدي اعطيكم المقادير بشكل كامل. اولا البيض المسلوق، لكل بيضه. هلا بقول لي يا ابو نصر انا عندي 50 طير، تمام، انا راح اعطيك هلا بكميه لكل مجموعه يعني، ولكن انت تاخذ المقاس على الشكل التالي. بيضه تحتاج الى 3 جزرات، بيضه تحتاج الى 3 جزرات، 20 جرام من دود القبابة مع نصف معلقة صغيرة من زيت حبة البركة، نصف معلقة صغيرة من زيت الزيتون. إذا بيضة 3 جزرات، 20 جرام من دود القبابة. طبعا أنا ذكرت في حلقة من الحلقات كيف عملية تجفيف دود القبابة إذا ما أكلوا الطائر وهو حي. بالإضافة إلى ذلك، نصف معلقة من زيت حبة البركة مع زيت الزيتون. طيب يا أبو نصر، أنت ليش جمعتنا هالمكونات؟ أولاً، البيض المسلوق أخوة الأعزاء يحتوي على نسبة عالية من البروتين، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على نسبة من فيتامين د، بالإضافة إلى ذلك مغذي للطائر ومقوي للطائر من أجل إطعام الفراخ. الثاني هو الدود القبابة. الدود القبابة أخوة الكرام، كما ذكرت آنفا أن هذا الدود يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يعني بنسبة 50% بروتين و20%
من الدهون الطبيعية اللي نحن بنحسن نعطيها للطائر بدون ما نسبب له أي مشاكل. الجزر، يحتوي الجزر على فيتامين آ، يحتوي الجزر على فيتامين آ، وبالإضافة إلى ذلك يعمل الجزر على تليين وترطيب جلد الطائر من أجل استنبات أو نبات الريش بشكل صحيح وبدون أي مشاكل. بالإضافة إلى ذلك أخوتي الكرام، بالإضافة إلى ذلك أخوتي الكرام، مع الجزر زيت الزيتون، يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الألياف، وبالإضافة إلى ذلك يعمل على عملية تسهيل حركة الأمعاء وأيضا تسليك أو عدم إصابة الطائر بالإمساك وبالنتيجة موت الطائر. الأمر الآخر زيت حبة البركة. بالنسبة لزيت حبة البركة أخوتي الأعزاء، زيت حبة البركة منشط طاقة للطائر، منشط وطاقة للطائر، بالإضافة إلى ذلك مزيل للتشحيم، بالإضافة إلى ذلك مزيل للتشحيم. مع زيت الزيتون يعني عديت لكم هاي المواد، أعطيتكم إياها كفيلة بأن يكون هذا الباتيه بالمركز الأول أو بالمرتبة الأولى اللي لازم نحن نقدمه للطيور. طبعا أخوتي الكرام، هذا الباتيه يقدم على الشكل التالي: إذا كان الطائر مريض يقدم بدون البيض، يعني إذا عندي طائر مريض ما عاد يأكل بشكل صحيح نلغي البيض وبنعطي المواد كاملة. طيب أنا عندي طائر سليم يقدم مرتين في الأسبوع، عندي طائر مرحلة غيار الريش يلغى البيض، يلغى البيض ويقدم مرة واحدة في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك أخوتي الأعزاء، مع إلغاء البيض، مع إلغاء البيض اللهم صل على محمد، يبقى هذا الباتيه عند الطيور 6 ساعات فقط، ويفضل أن يقدم في فترة المساء أو في فترة الصباح الباكر حتى لا يصير في أي نوع من التخمر أو يصير في أي مشكلة ويضر الطير، إما بفترة الصباح الباكر أو في فترة المساء. نكتفي بتقديم معلقة واحدة في المأكلية، يعني كل مأكلية بتحطها أنت لطيورك نكتفي بمعلقة واحدة ومنقدمها للطائر لحتى نتجنب مشكلة الكثرة أو يصير في عندنا مشاكل بالطائر ويصير في هدر مثل ما بيقولوا. طبعا أخوتي الكرام، مع هذه المكونات جميعها، إذا كان في مرحلة التجهيز 3 مرات في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع. طب بصير عندنا تشحيم أبو نصر، يعني هالمواد يعني نعطيها بصير فيها تشحيم. نقدم بجانب هذه المواد خل التفاح 5 نقاط بالمشربية، خل التفاح 5 نقاط في المشربية. طبعا الدرس القادم راح أحكي لكم عن طريقة التجهيز الصحيحة للطيور من خلال أكثر من شخص مربي لطيور الزينة، وخصيصا طيور الزينة الأجنبية من نوع اليورك واللونج والجولد ستار. إلى هذا القدر أكتفي معكم بهذه الحلقة، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. لا تنسوني باللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو النصر.